سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. يعني إن شاء الله ورم بضنين بين خوارن ضنا هدي رب الحكومة. موضوع الربا أي عموما وحن في الأيام يعني لقى هذا لي الكسب الحلال أما حوكسي حلاشة وحلقت المامي. يعني مركز إنه الربا كورنه في الشريعة إلهي سبحانه وتعالى حكم عدب كدشيء ومسلمين تسقوا فخصنت هاي أصليا إن الربا ده حرام تهاي وقرآن كقصوا أروري وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قصوا أروري وبعض العلماء إجماع صار نقلنا إياه يعني إن لقوا كل إنسان آيات كمسألة قصوا أروري وحكم دين إلهي لي وأحل الله البيع وحرم الربا إلهي بيعة وحكلا قدر الشدة هي التجارة وابنية الربا ده السواديده يعني الربا ده ان انا بايع حين بقى رب التلماميه الى يوح لي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وركوا ايمانك لك هلي وبا الهي لي ورى لك دور صدا وكتغ الربا ده وحي كهري هدي أتين كوا مؤمنين هدا ديدان با إلى هيدين الربا دا يسكد ديسان دا قال بان دين إعلامية أغادة با إلى هيلي دا قال الله إيا الرسول كي إيا إيدن كيدين دا حيسا أغادة معنى وحوية أنك الربا ينو إله إلا الدرراو فضل ربا دا قادو أعن أما بحي نك الربا إله إيا الرسول كي سينانو دا قال لك قلينونا ربا دا يسكد با إلى هيلي وحكروا إلى هيت المامي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس آخر مرك الله تعالى كوا الربا ضعما اسمه سو تاجان با إلى هيلة إلا إيوه سدين والن وجبد على سنة يبي سو تاجان تخبط قفان استاج كرين بالانس وكل سين هاي إلهي وحلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلهي هو بركة ريا وترتر ريا ربدا وحي الصدقاء أنا ألا وهكا كنية آيات بدنا قرآن قصة أروري إلا علماء إلى هدان شن عقابات با قرآن قصة أروري ومدي حرب قاطها ومدي تخبط كايها و إلهي سبحانه وتعالى وكتل مامينا ناني مرنا بصينا وبنانين ومدي محققين وشيقين نويها ومدى هدات استحلال ستكفروا يهي ومدى خلود في النار يهي شنطة عقوبة ضبا آيات كسورة البقرة بيكو شرابي علماء التلمامان هدين السنة النبي قول نمادنا عليه الصلاة والسلام إينا حديثك صار أرتك واترى بضمتي وحكم إذا حديثك بخاري مسلم بورين أيان النبي قولي عليه الصلاة والسلام تضبض وحلاقة كفقادة السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات تضبطه لو هلاك سمائه وحلاقه كدر كبو النبي يري وما حيبا إلى إله رسولك سيو تضبطه وحو النبي يري وقال لي شرك بالله إله الله شريك ياله سحر لسمائه يددك لغو الله يو. قتل نفس دل نفل قويه حق در لغو قويه ريب الله عنه حلاق وميد الله لقه قوب دقال وجهاد الله نبر جيد يو لغا بحصده دمرك محصنات كا دمرك دورسون اي ان حمه لوغو اقوري اوغين اي مؤمن كا او حمه لوغو تهمه لوغو عيبايو قذف لوغو سمايو انت اسبا نبي و خو شيغاي ان يهين مخاي كو لوغو هلاك سمتو دبا كميدا وها كلو نبي و شيغاي عليه الصلاه والسلام هبين هبين ندا كميدا انت لا ديلميي حديث البخاري سدو شيغايو أيام وحن صامر يبوي ريدول نن بيكود حجره ينن بيها كبحسن وبي صعنا ينن دحتا جاي من ذاك بحسن يهاي أو ككبحسن ككود حجره مركو سره بيها كصوب حبا ككلا دع حبو خطورة ياف ككلا دعية ودبو جو علنية مركو سان يبوي وروا محيكني دع حلو قط مية ماشة كبيح كارلا وأكل الربا أبو جبريل وجوابه كان واقي ربدا كوي عنو جري ويا حديث قال وحا النبي قلت المامي عليه الصلاه والسلام انه ملعون يهي لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جابر بن عبد الله عليه حديث صحيحه ان وحال
nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnaday oo lacno korkiisa ka yeelay ayo ninka ribada cuna iyo ninka ka wakiilka ah iyo ninka qoraya iyo ka markhaatiga ka ah wuxuuba ka cunaya iyo ka aakilu riba wa muukila ka cunaya iyo ka cunsiinaya yacni ribada nin baa lacagta qaadanayo dadka guraya waa aakilu riba midna waa kan la gura oo siinayo waa muukilu waa kii ribada cunsiinayay kaatibka ka qoraya ee ka shaqaynaya meesha qoraya kuwa markhaatiga ka noqonaya hum sawaabu nabigu yidhi lacnada intaasi waa ku sibantay intaasiba lacnada waa ku sibantay waxaa kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo laga soo naqlinayaa xadiid la asixinayo hal dirham oo riba ahi hal faran oo riba ahi yacnii inuu la mid yahay ama ka adag yahay soddon iyo lix geero la zinaysto faran iyo zina las dhinac dhigaya markaase waxaa la leeyahay zinada labada fudud waxaa dhib badan baa la leeyahay maxay faranka ribada abaa la tilmaamaya xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu hadlay oo khudbadeeyey oo ribada iyo arrinkeeda ka warramay ayuu yidhi ina dirhama yusiibuhu rajulu min alriba halka dirhama nebi qof ka soo gaadha ribada acdamu cinda allahi fi lkhati'ati min sittin wa thalaathiina zaniya yazniha alrajulu ina arba alriba cirdu rajuli lmuslim lix iyo soddon jeeraad zinaysato ayay ka xuntay buu tilmaamaya ribooyinka kuwa u foosha xunlana waxaa ka mid ah walaalkaa cirdigiisu aad calaaliso idan xaadiistaasi xadiid kalaa wuxuu sheegayaa oo saxiix ligayri culammadu ay ku tilmaamayaan alriba ithnaani wa sabcuuna baaba ribadu inay laba iyo toddobaatan albaab laba iyo toddobaatan baab inay tahay waxa ugu yar baa la yidhi mitlu ityaani rajuli ummah ninkoo hooyadii wax ka daya wa ina arba riba istitaalatu rajuli fii cirdi akhiihi axaadiistaa markaynu eegno waxay tilmaamayaan iyo aayaadkii qur-aan ee aynu nidhi shan shay oo ciqaabay ku sheegayaan iyo axaadiistan marka la isku daro waxay tilmaamayaan dunuubta ugu waaweyne la galay inay ka mid tahay kabaa'irta gaalnimada iyo dilka iyo kuwaasay la saftahay saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay maa dahara fii qowmin izina waalriba ilaa axalluu bianfusihim cadaab allah duul daahira muuqata kama noqoto buu nebigu yidhi zinadi iyo ribadu wax aan la isku inkirin oo caadiya ma noqdaan ilaa iyo kuwaasi alle ciqaabtiisay mutaysteen alle ciqaabtiisa ayaa kusoo degaysa waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamanka saacadda horteed qiyaamaha hortii waxyaabaha caan bixi doona inay saddexdani ka mid tahay ribada iyo zinada iyo khamriga cabistiisu inay noqon doonaan maxay muntashir wax faafa inay noqon doonaan war dunuubta kuwa aan la dhaafin iska ilaaliya buu nebigu yidhi ee toobadda xooggan u baahan waxaa ka mid ah alguluul quluulku waa xoolaha muslimiinta ka dhexeeyo la xado faman ghalla shay-an ataa bihi yowma alqiyaama ninkii wax xadaa maalinta qiyaama isagoo xambaarsan buu la imanaya wa aklu riba faman akala riba bucitha yowma alqiyaamati majnuunan yatakhabadu uma qara aladiina ya'kuluun alriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabaduhu shayطaanu min almas sidii kii shaydaan derderay ee waashay ee miisaanku ka lumay sidiisoo kale usoo kacayaan baa la yidhi qof riba ma badsada baa nebigu yidhi ilaa iyo cidhibteeda dambe wax la-aan bay noqotaa dee maanta dhaqaalayaanada dunida waxay isku raacsiisan yihiin akbar mashkilaadka caalamka haystaa inuu intereska yahay waxaanay isku rumaysan yihiin waagi hore muddo qaadan jirtay hadda qaabka loo wado more or less every 10 years mar inuu recession dhaqaalaha dunidu inuu geli doono 2000 maxay 8kiibuu galay haddana imikuu galay waa recessionis dumistani waa interestiskan tirada badan leelaysa saarayo soo duuduuboo nebigu wuxuu leeyahay ribadu inkastoo la ay badato caaqibadeedu waa wax la-aan bay dhashaa yaraan ayay dhashaa buu nebigu tilmaamaya imaamu nawowi intaasi waa qur-aan iyo xadiidkan idiin soo naqliyo kooban imaamu nawowina wuxuu leeyahay
أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وين اختلفوا في ضابده وتعاريفه. مسلمين توسكوا وافق سنت الربا إنا حاران تهي هبا يسكوا خلافان مسائل كقار كوت كان من الربا مش الربا معها، أما التعريف كالربا دو ينتوي هاي ومسائل خلافية هو سوى كتيران، أما عموم كالربا دو إنا ممنوع تهي ولا سكوا فخسي تسوى دينة إسلامية وديما سماوي قهرم يكون بنانيت وما يا دينة يهودة هاي ستنكو ما بنانيه إلهي باب القرآن كينوك ورموا حلي وحيابي لقوا عقابي محاكم دا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه بإلهي وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ربا ذا إيقادنا ينبا إلهي إيضا لك الرابي كتبت ودنسى صوق قرآن في صفر التثنية إصحاح صدحي الله باطنات ساسا وقو قران إيا وحيا باي تأويليين وشيغا إيا يعني يهود واحد هذين إنك دحدين إيا ممنوعطي إنت بدن يهود والربا اسم السيان ما كان قهتان لكن بايد هذين ما عدك هلا أمميين تا كقر وحد كقر كرتو أمميين تا ما على المؤمنين من سبيل ويان لا علينا من سبيل كنيسة دو كريستان كهداكتو دميو كوبانانا مايا رجال الكنيسة يا مدحدود يا مجامع دود يا سوي من شرين وحي سكوا فغصناين ربادو التحريم قاطع عينيته ممنوع عينيته حتى الآباء اليسوعيين عبارات بيسو شيغيان أي شيغيان إن المرابين يفقدون شرفهم فيه كو الربادة عناه شرف كودا ويوايين أهل أماءها إن لكنفب إليين وبدأ دكريستنا كو الربادة عناه أكل أماءها إن لكنفه ساد رادد ولم يكن تحريم الربا قاصرا على أرباب الديانتين هذا لبدا الديمودو قرد حارنتين مدو كما كوبنين بل تاريخ ذا بيليين تاريخ يهنا ذا مركز ديبو لغو نغضو دادكي حكمة ديا أركتدا وصاحبك حتى فلسفة دي هوري قيبة كميدا أرسطو إيو أفلاطون إيو فلسفة دي شهير كها سيدو أفلاطون مثلا كو قرية كتاب كيسي القانون لا يحل لشخص أن يغرض بالربا بولي أفهم بنانا ما هب ولا يين تتقربوا وحلوة ما هي. مركا هدي فلاسفة دي قديم كهاي تهاي. هي هدي سد حديد دي موضع عرك كي يميت هاي. انتو با حتى عربت جاهلية دي هوري النبي كوه الرئيسي عليه الصلاة والسلام. ربو ويستعمال تشيرين. لكن هدنا اينا يحنتي ويقرين ايين. عهدي جي انت النبي قول نبي النقونين عليه الصلاة والسلام. أوري لا تنشر مركو مريء وكعبة ضاد قاضي كعبة وحكو طالع مال ضحى بريء دم ببو قاضي شريم كمال هسيه مال بيا مرام بلو سمية لا برد حدود ويان مرك الرباب حوق جني مرك يدقان ماشها بيحوق عمري شريم كعبة دي الرباب دمية مرك الرباب كود دمية أي قريش ترى عندي بوليسنو لكن وحيد هذا شرط كعبة وين بوليسن ناية ورحول الربا لقها لي iyo xoolo dad laga dhaco dulmiya xoolayo way yiraahdeen kuwa yeynan ilaahi kaacbadiisa marba ku dhisin yani way garanayeen xun tahay walidalik bay waxay ka ilaaliyeen kaacbada inay riba ku dhisaan sida awgeed bay lacagti kale xalaash ay bidayeen ay gaadi wayday inay kaacbada iyo dhan wada dhisaan dabeytana waa kuwan ka tagay intan la yiraahdo xijr ismaaciil inta yara qolaabta yari wareegsan tahay intaas kaacbada ka midtay kaacbada ka midtay waxay ahayd daartu ahdigi nabi ibraahim marka lagu qiimeeyay in xaggan hore la soo mariyo oo intaas oo dhameey guda gasho laakiin markii ay kharash waayeen ay dhahdeen daarta aan yareyno waa la yareeyay inta kalena calaamadina uu markaa waa la calaamadiyay inta tan oo daarti in ka yar intii ay ahayd ahdigi nabi ibraahim ayaa la dhisay idan jahiliyada carbe iyagoo ribadoodu inta badan tan deynta ahayd qof baa deyna ma ahaynaysa waqtigii markay gaadhow iska bixin kari waayo miyaad bixin baad leedahay mise ribad ku daraysa riban ku daraya hadduu ilaah muddo kala siinaysa waa dhaqankoodii ay siduu ahaa su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa oo haddii falaasafadii hore la yaqaanay diintii yuhuudeed tii kristanka tii muslimka wixiiba hadday xaaraan ku tahay baashuna maanta aan dunida riba mooyaane wax kaleba ay adag tahay in la hayo xaggee wax iska weydaarteen diimihii xaggee laga soo dhaafay falsafadii xaggee laga soo dhaafay xaggee wax ka soo baxeen goormay noqotay intereskii ribadu wax dhaqaalaha dunida u fiican
يروب كريستن كما دامي حران كاهيد يهود دادتك كالاوي اسكو ديين الاسيان يغانا لكن وضعي قودي اجتماعي غها مو سامحينين مركا ويا اتكايد قرني قيل لحية طبناد مركا ياهيد ونوع ما رينيسان اسكي يوحانا الشيغ ايان ففكا الدنبا وسوى بلاب مياي اي يروب اني ديمها كوي رمضا حدا يكتصوى بلاوضا كون شاب مغول يصد حيساق عشان كي مركا ياهيد اي وحيدا هدين dad yawga jilicsan ee aan xoogsan karin ee iyagu shaqo gali karin hantidooda ribaha loogu badiyo biidnin min alqaadi maxkamaddu markay xukunto agoonta yar iyo dadka caynkan ee aan lacagtooda ku shaqaysan karin saanay lacagtooda uga dhammaanin ribaha lagu bixiyo dad ha la yidhaahdo interest baa bixinaysaan laakiin ha ogolaado maxay qaadiga maxkamadda jooga waa markii koowaad ay soo baneeyaan inay ribo bixiyaan kadib nimankii madaxda ahaa iyo boqorada iyo dadkii xoogga waaweyna iyana way iska bilowdeen inay wax ribo ku qaataan oo matalan Louiskii afar iyo tobnaad baan leeyahay 1692 deyn ribo wiya buu qaatay xataa baabihii sagaalaad 1860-gii boobka laftiisu waa qaatay bay yidhaahdeen deyn riba ah laakiin waqooladii waaweynayduna weli bulshada iyo mujtamaca waa ka xaaraan goormuu haddaa qaanuun noqday thawra alfaransiya markay dhacday thawra alfaransiya waa wada maqasheen soomaaha thawradii waddanka faransiiska dhacday boqortooyooyinkii baabiisay boqorkii u dambeeyey iyo wadaadkii kiniisadda xiidmihiisay ku bakhtiyeen mid baa inta xiidmihiisa lasoo saaraa kii kale looga dhigay maxay boqorka u dambeeya bay dhahay waynaynu ku bakhtiinaa xidmaha wadaadka waayo wadaadada kristankee meesha joogay dowladda dulmigeeday taageersanaayeen dabeetana dadku markuu sawradda sameeyey wadaadkii iyo dowladdiiba waa la isku daray oo waa la laayo waa laga wada takhallusay siyaasi awgeed ayaa aljimciya alcumuumiya fi faransa ayaa 12 October 1797 qaanuun soo saartay leh ribadu waa banaantay waa awal qaanuun yurub ka soo baxa oo ribo baneeya markaas baa la soo saaray oo lagu baneeyey ribadu dhaqaale ahaan waxba ma kordhiso baa dhaqaalaha wad dunida hoos bay u dhigtaa walidaalik tusaale fudud baan idin siinayaa marka recession dowlku galaan dhaqaale burbur u yimaado ee dhaqaalu dhulku galo waxa koowaada dowladdu samayso ma taqaanay interestka hoos loo dhigaa si dhaqaala burburka looga soo dhakaco matalan markuu maraykanku dhaqaalu burburay shirikaadkii kaceen ee wixii kaceen interestka 0.5 baa la gaadhsiiyey jaban 0 baa la gaadhsiiyey 0 interest dhaqaalayahanadu waxay leeyihin 0 interest markuu yahay ayaa dunida dhaqaaluhu ugu kacdoon badan yahay oo uu dhaqaalaha dunidu uu samaynayaa maxay horumar saa daraaddeed dowlku markay recessionku ku dhaco dhaqaale xumadu markay wadannada ku dhacdo ribada hoos loo dhigaa waxay dhahdeen ribadu hadday zero tagtana waa dhaqaaluhu halkuu ugu fiican yahay hadda maxaa zero looga dhigi waayo wadannada horumareene dee ribada inta xoogga la qaadatee may ogola inta xoogga leh shirkaadka waaweyn iyo inta xoogga leh iyo bangiyada inta dhaqaalaha haysata ayaa dee dadka dhiigmiirata waayo muraabigu waxay dhahdeen ninka ribada qaadanaya waa shaqo aan loo dhididin oo xoolo keenta bay yidhahdeen alaslu lacagtu lacag ma dhasho alaslu fi liqtisaad lacagtu lacag ma dhasho lacagtu waa waxa lagu qiimeeyo juhdiga qofka bini aadamkii bixiyey laakiin shaqaa wax dhasha asalku waxa weeyaan shaqaa wax dhasha muraabigu wuxuu rabaa inuu fadhiisto oo lacag qaato wixii khasaare ana inuu dadku ku dhaco muraabigu ma khasaare isagu waayo isagu lacag buu ku amaahiyey lacagta lagu amaahiyey kuma xidhna mashruucaaga inaad ka faa'iiday inaad ka khasaartay ilaahu may kaa wada dunto isagu lacagtiisii buu leeyahay interestkii marka waxay dhahdaan asalkani waxa weeyaan ninka wax haystaa ma khasaaro waddanka wixii khasaare ka dhaca xoogsatoodu ha qabto interestku caynkaa macnihiisu waddanka wixii khasaare ka dhaca xoogsatadii dadkan dhididaya
iyagu ha ku jiraan inay ma khasaaraan ama faa'iidaan. Amaa ninka wax haystaa ee muraabiga isagoo lacagta bixinaya, isagu waxa weeyaan forever interestkiisuu leeyahay. Adigu ama khasaar ama warshadaadu ha kacdo ama shaqadaad ku abuuratay ha baabaada ama waxay doonto ha noqoto, isagu waxa weeyaan waa laabud inuu faa'iido. Isagu waa masuun. Marka waxaa laga ilaaliya waxa khasaara la yidhaahdo. Waxay yidhaahdaan maadaama aanu jirin dadka lacag ay guranayaan, aanu jirinna dhaqaalaha waddankana burbur baa ku dhacaya bay leeyihin. Waayo markuu ribadu kor u kacdo, waxaa yaraada dadka shaqada samaynaya, maalgelinta yaraata, dabeetana ashyaada qiimahoodu kor u kacaan. Idan marka baabkan la eego oo dhan isku soo duuduub, logicska waxba isku badin mayno, waayo waqtiga aada u yar si aan u sharaxno. Laakiin waxaynu sheegaynaa ribadu dhaqaalaha faa'iido umale bay yidhaahdaa. Marka la eega bay leeyihin bulshada iyo isku xidhnaanteeda iyo akhlaaqiyaadkeedana way dumisaa, waayo dadka badh bay ka dhigtaa anaaniyiin iyo alathara walanaaniya, hunguri dheeraado iyagu xun qaadanaya. Miskiinkana dee culayska haysata la yidhi waxbaa lagu daymiyey, miskiinkan dhiiggiisa la cabaya ee habeen iyo maalinba dhididaya, ee wixii uu bixiyey iminka dowladahan yaryari waay afrika ayuu kici weyday. Waa ribaday reer galbeed sameeye siiyeen bay u kici weyday. Waayo afrika waxaa la tilmaamo ribooyinkii la siiyey dhammaanteed intay bixiyeen oo labanlaabkeed bixiyeen ayaa haddana intii la siiyey in ka badan weli lagu leeyahay. Baladu qiyaas waxay lacag ama ahdeen oo dhan afrika way celisay, way bixisay, bale lacag kaloo badan oo dheeraaday bixisay, haddana weli waxaa lagu leeyahay maxay wixii ay bixi wixii la siiyey ka badan baa lagu leeyahay. Magacay u qurxsaday waxay yidhaahdeen dawladaha deeqda bixiya, ma deeq baa dunida cid siisaa? Ma jirto deeq waddan la siiyay. Halku ka odhan lahaa dawladaha dadka dhiig miirta ee ribada ka qaada ayaa lagu odhanaya dawladaha deeqda bixiya, deeqi ma jirto, waa riba. Waa inta hal bilyan la amaahiyo waddanka 10 sanadood ku bixinaysa, 20 sanad ku bixinaysa, dan waxaa laaliya wixii waddanku shaqaynayo dhan waa inuu dib u celiya. Siduu dib ugu celin karaya? Waxaa la leeyahay bankiga imanaya si dakhligaagu bato, cashuurta kordhi, kanka samee, kanka samee. Cashuuraha marka la kordhiya cashuurta ayaa bixiya, ma tujaartaa bixisa? Maya. Koob shaaho kastoo aada cabto bad bay dawladdu leedahay, soo saama ogid. Waxaa laga yaaba halkan inaa istiraahdaan cashuur baa la bixiya, Soomaaliya ma cashuur baa la bixiya? Ha, cashuur baa la bixiya. Waayo dawladdu markay cashuur qaado ee ninka taajirka ah bay marka wada qaadaysaa. Ninka taajirka markabka keenaya dabeetana waxaa la yidhi markabka waa inka 1 milyan oo cashuura shub, halka 1 milyan taajirku iyuu xisaabinayaa marka, waa kharash buu leeyahay. Dabeetana jawaankii sonkorta aba $3 baa ku kordhaya, $3 ayaa laga qaadaya. Koobkaad cabtaba badh bay dawladdu cabtay, taajirka iyo bankiguna badh bay cabeen, sheerkaad iibsataba badh bay leeyihin. Idan aakhirka qofka dhiiggiisa la cabaya waa qofka suuqa jooga, waa miskiinkan wax iibsadee magaalada jooga, weeyaan ninka tujaarta iyo dawladda iyo wuxuu dhami ninkay dhiiggiisa cabaya waa miskiinka kan. Sida awgeed bulshada dhexdeeda way baabaysaa oo xidhiidhkii bulshadu ay lahayd oo dhan baa luma. Bulshada waxay u qaybisaa ribadu dabaqa aan weligeed khasaarin. Markaa waxay dhahaan lacagtu iyagunbay ku biiraysaa, bankiyada iyo insurance-ka kuwa lacagtu iyaga ku biirtaa, qolada ribada qaadata, lacagta waddanku oo dhami. Markaa iyaguna way sii karayaan, bulshaduna way sii faqrinaysaa. Bulsho kastoo dunida joogta way sii faqrinaysaa, waayo dawladdu khadamaadka matalan dawladda joogtaan khadamaadkii ay dadka ahayd in la siiyaabay bixin kari waayeysaa. Biyihii, laydhkii, khadamaadkii, wadooyinkii kan waxa ka waa bixin kari. Dawladdu maxay samaysaa? Dawladda lacag bay amaahataa, lacagta ayaa laga amaahdaa, kuwan ribada laga amaahdaa. Dawladda waxaa la yidhahdaa lacagta intaasaad ku bixinaysaa, lacagtii xaggee laga keenaa? Adigaagan unbaa lagugu kordhinayaa, adunba maraqaaga lacabaya. Markaa dawladda iyo tujaarta iyo kuwa bangiga maraqood iyo dhididkooda waxay cabbaan miskiinkan daalay. Ninkan uu shaqaynaya 8 subaxnimo inta la kiciya ilaa 4 galabnimo rooraya, kaas baa dhiiggiisa la wada cabaya dadkoo dhami. Sida awgeed bulshadu laba dabaqay noqotaa. Dabaqo ru'uus alamwaala iyagu ma shaqeeyaan, iyagu ma shaqeeyaan, waayo shaqo uma baahna, mana khasaaro, lacagtiisana meel khasaarisa ba geyn maayo. Bangigaasay taalla, bangiguna dadku amaamaahinaya, isaguna isagoo iska fadhiya ayuu wixiis u socdaa. Isagu markaa meelahaas unbuu fasaxtegi, meelahaas isagu ku maqan yahay, wax shaqaana ma hayo. Bunuugtu markaa waxay yidhaahdaan waxay qabtaan waa taajiru lquruud,
بنك هرمر يا بنك تجارة بنك بارها يا بنك وحاس ودم ومقعية الوبحي وحبا كبه جرا وحقوله جرا وامحي واني منك كبع مشتري الدينتا بنك وصدا حير كويا لا بنك وحويان انو الدينتا تاجر كالدينتا وياهي قانون قصدو بنك ويا لوينتا دولة قانون كيولو كتينكا وحويان وحكالينو ايبيا لما وقالا وحبا مقالا وحنبو يساقو ايبيا محي دايمه ايبيا مركا يساقو الدينتا أيوك بايع مشتريا هذا ما في الشريعة الإسلامية دين تندور صار كلاي شيء عن شرعية إسلامية هي كي ديمة هراء هي كي دخل يندى هراء هي كي فلسفة هراء دمان تود ما منوع بكوي الربادو أيا كانت دمان تود وما منوع في الشريعة الإسلامية محل ربا الله هذا ما كان تجنا هذا دين وصلق قرني ربادو شرعي السلام وحكا قبو شرعي دي ديمي هوري وحكا قبو فلاسفة دي هوري وحكا قبطو لغالي هنه ده ما انت دولي ده چوغا سيدة واركان وهي زيرو الربا ومبا وقفي عن ودن كادي لربا نقالي سيرو هورو مرو ظلمي اجتماعي كو سماين ايان بلشادة وددنا للي يوسيد الدميرا يوشقين ايان انا اسكا فردده خسارو نبي وكونا عيون انتان حوكسين ايسا شقين ايسا كاسوا اينانو دينهان يدا قالهان مدنبه فائده لهين ربو واحد تيم مركا نوعيات الربده اما قيبها الربده ولما دو انت بدن الربده الله بيقيبيان مد واحد عن ربا البيوع ربده باع مشتركه مدنا واحد عن ربا القروض ربده الدين تقشا سكل هدين اوت المامنو مد واحد عن ربا النسيئه ربده النسيئه النسيئه هي التاجيل والتاخير ربده الديبودغيستا هو محي وهنتين لغا ما هي وقتنا لغو قبطه زيادة لغو سارعون زيادة لغو سارع 3% بعد بحينيسة 4% 5% 6% واحد دون تهان نغطه والعقل لغو سين ايه ومحي زيادة كو بحينيسة زيادة داسي ومحي مقابل كدو اللي تجارة كما يتقاليني تجارة كما يسين تجارة ما هو عقل زيادة محا مقابل وقه حبا مقابل وقه زمن كالوسيي ربا النوع كلا وحلينا ربا الفضل ربا الفضل الفضل يعني ضد النقص والربا النيرات كربا النيرات كوحويا اللي بجنسي أو اسكو نوعة شرعه ما أقوله إنه كلبتان حق وزن جاية كيل ككيل ومس لقو يبسين يبا والربا التاني وحيد هذا هو من باب الذريعة بلو ممنوعي سد الذريعة سأنت كلا لو قدبين مثلا ذهب ذهب هدات كوي بينسو وينو ميزان سلاك ويهي يدن بيد النوي هدنا لك لقاطه جابكو اماه مقالو كيقوا 23 كاقونا 21 ماله وميزان كوم بلا ساريا دانا دو كوب قاطنا انين حربادو تاي سوغا كيبسو العكس يسو العكس هذا هدو وحدوني سو كيبسو اما 24 كيبسو اما 20 هذا يكوطع لواحد كيبسو نسو لكن هدا الدهب دهب كيبين يسو وينو نقضى محي ميزان سلاك سيدا وجد لح شيء علماء دوا سكوا دوا فقسيين إنه يهي ربا مركا ربا الفضل قال تشوف ربا ذا كلنا ينا ولا سكوا فقسيه هذا ما مركا نصاد وضبنه فوق هذا برد أي شيء قا شافعية ذا كلا ربا اليد والله بضع شيء الربا وقاين مدب وردقمه والربا ينا لبده هبوا يسلك بابي نصصيصرنا لكن يسكو يبسنينا لكن مدباد دي بلور دي قبض العواضين تأخير قبض العواضين واحدهما ما بنانا ان يسكو صوت دودوب والله بدا سمو يسكو صوت نقونا يعني. ربا الفضل وحي انو دي السبب تلو تحريمي واسدا للذريعة وانا ربا النسيئة او ربا القروض انا ريكو قارسين با اللو ممنوع مركا صوت دودوبنو وهدمح حلا نمبا لعق هستاه كما شقاي سانكارو اما شقا ما غرانايو ديانو بانديغا ديانينو ان باشا قورانين سيده با حل لو هليا شريعه الاسلام waxay ogoshahay مالك iyo juhdiga in la isku daro dabatana waxa kasoo baxa la wada yeesho kasoo qaad waxaan warshad baan sameynaya bangiga intay du bangi islaamiyey warshadaanu sheegay waxay ka shaqeynaysaa suuqaanu hayo waa kan iyo waxaan ku heshiinay
bankigu lacagtuu bixinayaa oo wuxuu gelinayaa warshadda inaan helo. waxaanu ku heshiinaynaa waxa weeyaan markaa nidaam mudaaraba. mudaarabadu waa maxay? wixii ka soo baxa ee dheefa inaan wadaagno. waxaa laga yaabaa bankigana in isaan uga faa'iido badan tahay. maalan wixii soo baxa 30% baad leedahay, ana 70% baan leeyahay, ama cagsiga 50-50 saan doonaan uga heshiino wixii ka soo baxa, oo hadday waxba soo bixi waayaanna dee ana juhdigaygi baan khasaarayaa, isna wixii khasaare gaadhay maalkaabuu khasaaraya. yacni matalan warshadii baan dhisnay, waa shaqaynay, wixii khasaara yimi 10% khasaara baa soo galay, 10%ka ninka maalka qabaa qabaya, aniguna intaan ka shaqeynay mushahar layma ogola. mushaharkaygu waxa weeyaan wixii ka soo baxa unbaan wax ku leeyahay, aniguna xooggaygii iyo juhdigaygii ayaan khasaaraya. idan labada qof ama way wada khasaarayaan ama way wada faa'idayaan, laakiin in la yidhaahdo miskiinkuna markasta khasaara ha qabo, taajirku ama ninkan maalqabeenkiina markasta faa'iido isagu ha qaato, sawaan adugu ama khasaar ama faa'iide, taa sharciguma ogola, taase ribadiya. laakiin hadduu ogol yahay labadaba, markaa waa mudaaraba, waxbaanu wada leenahay, waana suurtagal markaa sidatan inay uga faa'iido badato. waxaa kaloo sharcigu baneeyey bayci salam. bayci salamku waa in maalka la horeysiiyo shaygiina uu dib u dhaco. matalan lacag baan u baahnay beertaydii inaan falo, waxaan u baahnay lacag, lacagna ma haysto. ima inuu mudaaraba ila galo dee aanu wada shaqaysano, amase inuu muqadam wax iga iibsado. oo waa maxay? wuxuu leeyahay lacagtaan ku sii siinaya, laakiin hadhow dee lacag soo celin maysid, waxaan kaa rabaa 40 quintal oo galleeya markaad galleydu kuusoo go-do. 40-kan isagu muxuu ku falaya? wuxuu ku falayaa qiimahaad wax ka dhimaysa, ilan lacagta kusii amaahiyey si uu isagu hadhow isagu suuqiisa wuxuu doonaa ka siisto. matalan hadduu qiimo ahaan lahaa suuqa markaan joogo 40 in layga siisanayo, isagu lacag muqadamu 80 oo kale iga sii siisanaya. marka ana lacagtaan u baahnay, isna raashinka inuu hadhow ka baaci mushtaray si uu u baahan yahay, kaa waa logol yahay, wax baanu kala iibsanay, lacag baan ka qaatay, sicir baanu ku heshiinay, isna hadhow waxaan siinayaa maxay raashinkii soo baxay baan siinayaa. kaasina waa qaab kale. waxa kaloo la ogol yahay beec mu'ajala oo thamanka la kordhiyo. mobaylka kan wuxuu suuqa ka joogaa $500, waxaan ku yidhi 500 ma haysto, aniga 600 oo deyna iga sii. okay, wuu iga sii, markana wax baanu kala iibsan, laakiin qiimihii suuqa oo qiimo ka yara sarreeya ayuu igaga iibiyey, maadaama aan maxay deyn ahaan ku qaadanayo, iyana taasina waa bannaan tahay. waxaa kaloo bannaan oo shareecadu bannaysay alqard alxasan, dadka in afraad iyo mujtamac iyo xukuumadba in wax lama ahin karo, oo nebigu wuxuu ku tilmaamayaa dirhamka labada dirham ee deynta ahi dirham sadaqa bay u dhigmaan. yacni inaad anoo baahan $1,000 ii deymiso waxay u dhigantaa 500 oo siisma xagga ajarka marka laga eego, waayo baahidaydiina waan qabsaday, adigana lacagtaadii waan kuu soo celinayaa. marka kan waxaad faa'iidaysaa waa ajar, ma faa'iidaysid maxay? iyo de xidhiidhka walaalnimo iyo bulshadan aad waxud qabatay baad faa'iidaysaa, laakiin hantidaadu waa tii uun. xalka kale shareecada islaamigii bannaysay waxa weeyaan dee waa sadaqaadkii, waa deyntii, waa zakadii. matalan zakada, qofku hadduu faqri ku dhaco aan waxba haysanin, waxaa la yidhi zaka la siinaya. hadduu deymoobo deynta uu iska bixin kari waayo, walqaarimiin, zaka u bannaan in la siiyo. hadduu ibnu sabiil yahay oo jidku ku go-o, zaka u bannaan in la siiyo. lacag kaloo muslimiinta laga ururiyo badan baa jirto bankiga ku jirta, oo ah qofka muslimkii haddii mushkiladani haysato in xalkeeda loo helo oo bulshadu ay xaggan xalka ka hesho. sidaa awgeed culammada muslimiintii waxay leeyihiin caqdi kasta, caqdigu waa contract, contract kasto uu gashid oo riba ah waa mafsuukh sidiisuu u buray. qofka hantida lena waa in hantidiisii uun la siiyaa oo loo celiyaa, caqdiguna wuu bursan yahay. hadda hantidii celi mana jirto wixuu ku saarto. nebigu calayhi salaatu wasalaam xajat alwidaac intuu istaagay buu yidhi riba aljaahiliya mawduuc, ribadii waqtigii jaahiliyada kala qaadateen oo dhammi waa waxba kama jiraan. wa awalu riba adacuhu ribaana, ribada ugu horreysa aan duminaya waa taayadii buu leeyahy, waa adeerkii ribadiisii.
عباس بن عبد المطلب أكو بعد عشرين شري إنه سيدا بنقية الربا قاطه فإنه موضوع كله وحلا لي وح عباس العقل قال ما قنا وحي الربا صاريد وحبك ما شرنا أنتي سون سوع لي ابن بقول عباس وحي والعقل ربك وبحيي هذا الله قبل أبوه وحبك ما شرنا وحن بولي يا محي لا فيه سي أنتي سون هلا سوع لي من باع بيعا أربى فيه غير مستحل للربا فعليه العقوبة الموجعة إن لم يعذر بجهل ويفسخ البيع ما كان قائما ابن الرشد باو حليه إنك يبيع وحقو بيعي أن حلاشنين الربا دا يدا داد حلاشة دوات قالوا بيسا أن حلاشنين عقوبة كلول وإن العقابة بولي هدي أن لوغو عذر دارين جاهل نمو بيع عاسنة وبرية محان ربا قلم محان سي ربا قلين في الشريعة لح شي نبقو حولي ربا قلان ذهب ذهب لقوي بيو يفضى فضى لقوي بيو ذهب ذهب لقوي بيو وهاء بهاء يا مقدار إسلاك يا عين كان هذا الله كلاقات فضى فضى لقوي بيو أنا والله ميد ذهب كيف فضى دو عهد يقا واحد شوقين هل كان يمكن دولار رضين يوحان لسبعين ايو دولار كان يوحان 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 عصب وضات كالوحة دو العقا هند ولدو سبعيسو الأصل وحي هيد بن آدم كوحة وحكوك لقدان شري ذهب عادية لقال كلا بادة الدنيا مركي لقا بحي أي الدولة دي حقوق بدنا أي سوتكي شر قالين أي ليه ينا كردين الدولار كمريكان كإنترناشن إلو وحو حلوك لقاته بشرط إنو مريكان كنا أقبله شان يصد وقيادات هلك الدولار إنو نقضه وبنقه تعالو وقفكو هدو الدولار صاح رأيو إنو هلا يمحي 35 أونس شان يصد وقيادات إنو هلا يمحي مريكان كنا وصحيح ينوى أقبلين تيبا الله وضي دوني دو الدولار كي مركز ساوي حقوك لا يبسيتي مدمر كي اللي تشوغي يدوري اللي حدن كي مريسو ayun baa la arkay mareekanka iyo dagaalana ku jira horumarna sameeynaayo dhaqaaleysu siba war xagee wax iska waydaarteen baa la yidhi baalkii ma qaar falsaaba soo duuduubtay dollarka suuqa jooga uu ka badan yahay daabka aad haysatay dib baa loo shiray wuxuu yidhi shan kale ku dara afartan baa laga dhigay inuu gooyo bal waa afartan kaanu kaaga dhignay baa la yidhi wax dama ha sameeynin waa iska watay 1972 maaba madaxweynuhu hadda wuxuu yidhi dahabkii iyo bahalkii waan kala yara fujinay waan kala fujinay macnaheedu waa maxay waxa loo bedelay waraaqay dawladdu iska samaysatay inuu noqdo innaga haddaynu iska samaysanay lacagteena Soomaaliya taali halkan taala inflation ka markii waa dawaynu ka cayna Soomaaha ay dawladdu lacag ba soo daabacay markii laakiin kan day inflation ka dunida oo dhan waxa dad jooga la qaba marka dawladda Mareykanka waa iska daabacda duniduna way khasaartaa waa ka xog badnayn oo ku socota salaad waan taa ee ma hadal ku yiri dadka wax dheeriyay marka inuu soo duubno dhowr shay oo waxa la cunaa burka alburru bilburri bin nabigu wuxuu yiri burku ama in wabalkan la yiraahdo qamaxa maxay nu dhana sarreen sarreega sarreen lagu iibiyo ama shaciirka shaciir lagu iibiyo waa heedo kale wuxuu eeg ama timirta timir lagu iibiyo ama milixda milix lagu iibiyo kuwa nabigu wuxuu yiri waa mathalan bimathal إن إسلاقهم بالإسكو يبين كره سواء بسواء إن إسكو تشانغو أن يدا بيد ومرك الله كالقاطه هدي سي أصناف تاسي إسخلاف سنتهي سيدا دونتان باو يبين كرتان هدي يدا بيد أنت صادو دوب دهب كي يفي الضضة كو إن هل كالقو كالقاطه مو يعني سكر اللي سكو يبين كره مر لباد دهب دهب هدي لقو يبين أيو وينو ميزانك إيو وحوال بإسكالي كاده dahab iyo fidda hadii la isku iibinayo waa laba nooc waa kala badan karaan laakiin weyn hadda la kala qaataa bur iyo bur hadaad isku iibinayso waa inay isku miisaan noqdaan haddana la kala qaataa shaciir iyo shaciir isku miisaan haddana la kala qaataa hadii labada taraf la isku iibinayo dahab iyo cunada hadii la isku iibinayo marka waana kala badan karaan dibna waa kala dhici karaan waa tijaarada caadiga ah inuu tijaareyno aad marna bariisibsato marna hadhuulibsato aad lacagta bixinayso haddana waa la kala qaadan karaa waana la kala deynsan karaa waqti dambe laakiin kuwa kani ma aqbalaan almumathala waltaqabud walxulul bashartiya inay isleegyiin hadda la kala qaatay waqtigan hadda la joogo waqtigii waxaan rajaynayaa inuu iska dhammaaday istitnaaat yar bay culammadu sheegaan waxba istitnaaatka hadda usii bixi mayno waxaan ku soo duuduubaynaa ribadu diimahii samada ka yimi waa ku mamnuuc
يهود كريستان يا سلام نمبا لقال يهندا يا فلسفتنا وحي تلماميان إني تهي ديق ميرا شو كل شدا قيب كم دا يربطين اي دتك ديق ميرته وان منفع كوتشرين الى هنا وحو قران خينا او تلماميا ورهوي ربا كعون اي اي كقادان اي وحي نورد ما اسكو درو هداد ربا دا ديم ويدان دا قال الله اي الرسول كي سو سو ديار قروبا شرعيقا قران كما سو ارورين وحكا لولا لي اي الهي باقول الله قال ميا وانا هين محي أنا ربا هين وحل اي الزينة دا وهذا وليبا هو يدا كزينة يستوي كدن بوينتي وحلا تلمامي اللحية صدن زينو أدقى شئينة كوينتي وحلا تلمامي تدوا دا لقوها لك سمينة كمتها وحلا شئ غيا ورنا من قرآن يحديث با إنه ممنوع طهي نقال هانا إناني بنانين إن داتكو مركا إلو كان يمادين ويفوضي تصدين مدام الله أركي وحو البو ربايس كغا صعودة ومر هدي أتشقه شانا دي بانقيادو يا أمين يانيني وحوغا كوسيسي يعني مر ربك تتكو اسكفو ديت صدي كأن ما اني دم بيهين ورودا قالها قادنا وريق لفتو دا اوغن لس ديق ميران ايو اني بروفيسر بالكورمك سكاو تقو ويدي ايه لفتو دا اوغن لس ديق ميران ايو مر كانونا انت اللا عدون صدابا كو بيريا واي انت بدن اي سود ديلان مركي شقو هايان وايو جامعة دي ريبو كو صوردكت قوري ريبا انا وقات قادر ربا أنا وقعت شقده هدو وايو دينتي بوا لقى حراشة يا مركب وين استله وحنا على هذا قرن مايو ربا دو مكان ما نسمايا انت راسك سيدو الصعدو بنشان كاتكو جلسة سيدو لقوقو وده لقول ليك ميرانا يو انت بحسب بقولها بكيد نواد بحيني سأولينا سيدي بقولي قف كان ربا بحيني وحر الحرية الكاملة مركب صادها سطع ما انت شقاه شواد شقاه سن ده شقاه ويدو تسكدين عيدنا وحكا حراش ما يسعيدنا وحكو قمله هذا دون توت سكدو في هذا دون توت سكيتي وحاجة عادي قاله والرباد الدون كان هو دلني كنا لو نقالها أنا وبربر آخرنا وعقاب دوني دلفت يدنا إلهي وحكو لي يمحق الله الربا وبركة ريا أتكو جبنون ربا تقول خو قادن هذا ما ضيعنا ده وصلنا عرتي من ودي كروين عرتو ملقوه تحامي عرورتي اسلانتي ادو مبا مدح يس لغليو بريتو بيدن كلا ياعي دونتا وهي الهي با دغال كولا جيرتا الهي سو كولا دغالمو غران واي ما يو واينا ما يو اذا ادو حد لهاد عرورتي اسلانتان ودانين يا غوري او قاداي ربدا عرورتي اسلانتني يغا با كو اريي دورا مركا لوغو غوي تخامو اذا وربا هيسكو غلينا هدا ربتان الهي ان هيشيس لا هاتا او عبادته لا يدا كا اقبلو وأدونكين أيضا خسارين آخرتنا أيضا خسارين ربها قليلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.